والدك ودخلت عالم الفن. قد ايه طعنك عمرو دياب؟ قد ايه غدرك؟ شوف رقم قد ايه اذاك؟ شوف اذاني كتير. لماذا تكره سمو الامير الوليد بن طلال؟ لو انت عندك سلطه انك تعيني رئيس وزراء، نعم، صدقني حدافع عن هذا التراث. تعتبره تقصير من رئاسه الوزراء؟ تقول انه عرض عليك مبلغ كبير من المال رفضته. بالضبط. وقال لك روح اقعد بالبيت وما بدي نسمع فيك فنيا لخمس سنوات. حقيقي.